شيء بيكون تمام. طيب الآن شفتوا هاي قضية هامان، أنا ليش ركزت عليها برضو؟ جميل ترجعوا له وتشوفوا الرجل هذا، وهذا رجل على فكرة زي ما قلنا كتب، وكل كتاباته كل كتاباته واضحة إنه مقتنع بالإسلام 100%. طيب شو ناقص؟ يعني بدهم يا يشوفوه بقول أشهد أن لا إله، أبصر قالها ما قالش مش قضية. هو المهم واحد بقاتل باع وذراعه بكلهم بس القرآن، هو هذا كتاب سماوي. ما هو قال له لا، قال له طيب وين هيو؟ ما هو قال له هذاك، قال له مستحيل، قال له والله أنا معك مستحيل، افهمه، ما هو عارفه، قال له أنا معك مستحيل بس بعدين بوريك مشان تعرف شو معناته مستحيل. يعني طالما قالوا في القرن السابع وانت بتقول مستحيل، إذن هذا من وين المعلومة هاي؟ شفتها؟ طب هذا رجل ايش هذا؟ هذا رجل ايش اللي بيقول هالكلام هذا؟ واللي بيألف كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، شو بقول؟ شو بقول؟ طيب وهو نفسه اللي قال على فكرة انه قضية، ما هو أشرف على معالجة مومياء من ابتاح، هو ما هو طبيب كان على رأس طاقم في معالجة مومياء في تقريبا 75 مومياء من ابتاح عفنت، فهو كان من الطاقم اللي أشرف، لأنه طلبت الحكومة المصرية من فرنسا، لأنه الفرنسيين ما هم تعرفوا استعمروا مصر، وفي يعني في عندهم برضو في علوم الفراعنة والتفاصيل كثيرة، فكان هو رئيس الطاقم اللي له علاقة بالموضوع، ولذلك في كتابه بذكر موضوع انه طيب هذا شو جابه هون، هذا شو جابه هون، فبالتالي بذكر هو في كتابه قول الله سبحانه وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، انه الله نجاه. شو يعني نجاه؟ طب ما هو غرق. طيب غرق فهمنا، وفي التوراة غرق، هم ما قالوش فرعون غرق على فكرة، قالوا يعني جيش فرعون كله غرق، معناته فرعون معاه، اما هم ما نصوش في التوراة انه فرعون بالذات غرق، بس القرآن نص الى درجة انه بعض من يسمي حاله مسلم يعني من الناس اللي بيحرفوا الدين، واحد يعني له فيديوهات وتفاصيل كيف بقول لك فرعون هذا ما غرقش، يلا يخرب بيتك، ما هو ايوه فاغرقناه هو من معه جميعا بقول لك ما غرقش، ومش بس هيك بوديهوش على النار، بوديهوش على النار، يعني مش رايح كان قال المسلمين بيبعثوا بيسالونا شو رايكم هذا، شو راينا كل اللي في القران فاغرق، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخر اللي هو ايش، فاراد ان يستفزهم من الارض، اللي هو فرعون، يعني كان الكلام عن فرعون، فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه، اغرقناه قبل اللي معاه، التوراه قالت جيش فرعون اللي غرق، ما هو فرعون معهم،